إذن بروفيسور، نتحدث اليوم بعد مجلس الأمن. الجزائر تدق باب الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة نقول ثانية لوقف العدوان الصهيوني وكسر الفيتو الأمريكي، يعني ما هي قراءتكم لهذه الخطوة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد الجزائر ملتزمة بما تقوم به من خلال مساندتها المطلقة للقضية العادلة في فلسطين، وهي انطلاق من بحكمها أنها عضو غير دائم في طبيعة الحال على مستوى مجلس الأمن، والتي حصلت من خلال ذلك المقعد على 184 دولة، فهي يعني تحاول شاهدة وبدون هوادة للضغط على الكيان الصهيوني والضغط على طبيعة الحال الولايات المتحدة التي كل مرة تستعمل حق الفيتو. ونظن اليوم الجزائر ترافع وتحاول يعني كسب أكثر تجنيد أو أقول أكثر من أصوات على مستوى الجمعية العامة، ونرتقب غدا أو بعد غدا لقاء مرة أخرى على مستوى مجلس الأمن، وكان في وقت ما وضع كان فيها اجتماع مغلق. ونظن الجزائر متمسكة بالتزاماتها كما هي تريد لا لشيء لوضع الولايات المتحدة الداعمة للكيان الصهيوني، والتي دائما يعني تقول بأنها تدافع عن الحق وتدافع عن المنطقة وتدافع على حقوق الإنسان والشعوب. نظن ممثل الجزائر في الأمم المتحدة قال بأن قرار الأمريكي ليس أي مبرر ولم تبقى أي حجة تدافع عليها. نظن الآن الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة هي في قفص الاتهام من كل دول. بعبارة أخرى، الشيء الجميل في هذا والإيجابي هو أن القضية الفلسطينية نالت تضامن كل بقاع العالم وباستثناء الولايات المتحدة، التي هي ما زالت يعني تدافع على كيان مجرم، كيان يسيء إلى الإنسانية ويقوم بعملية إبادية في حق الشعب الفلسطيني. طيب بروفيسور، يعني الأكيد أن الجزائر بهذه الخطوة نقول ستضع الخمس دول الكبار ومن خلفهم يعني كل المجتمع الدولي أمام الحقيقة، يعني إما التحرك بسرعة أو تأكيد عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن تطبيق القوانين الدولية أمام هذا المحتل الصهيوني. حقيقة رأينا منذ يعني الأيام القليلة القديمة هناك تحرك في اتجاه كذلك بريطانيا العظمى صاحبة البيت، وكان فيها اتصال هاتفي بين الرئيس الدبلوماسي الجزائري احمد عطاف ونظيره في بريطانيا العظمى اللورد كاميرون، ونظن فيها حتى لقاء في المستقبل القريب، بحيث ان رئيس الدبلوماسيه قدم دعوه لزياره الجزائر. نظن الجزائر من خلال هذه المبادرات وهذه يعني العمليات تحاول يعني تضعيف الولايات المتحده التي ما زالت هي الدوله الوحيده المصممه. ربما بالامس كانت بريطانيا كانت تفضل ان يعني ان تعار، فهي تستعمل الغياب ورقه الغياب العدم او الغياب. وأظن اليوم الجزائر فهي من خلال تحركاتها تريد أن تبين إلى العالم بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن الجزائر مستمرة في دعمها وفي بثبات وبأمن وصدق في هذا الأمر، وحتما حتما ستصل إلى هدف. نظن اليوم الملاحظ لما يحدث على في أروقة الأمم المتحدة سواء كان من خلال الجمعية العامة أو من خلال أشغال مجلس الأمن، الجزائر يعني تقوم بحركية وديناميكية دبلوماسية واسعة، وهذا كله لا شيء إلا لإنصاف الحق وحقوق الشعب منها الشعب الفلسطيني. إن شاء الله. شكرا لك بروفيسور العيد زغلامي على كل هذا التحليل والتفصيل، شكرا جزيلا لك. والآن نتوقف مشاهدينا عند فاصل إشهاري.